الرئيسة مشاهدينا على رأس الساعات القادمة، وفيها تتابعون: اللواء رسول يعلن عن توجيهات عليا لملاحقة بقايا داعش والثأر لشهداء كركوك، ويكشف عن لجنة تحقيق تطلع ميدانيا على مجريات الحادث. في أكبر عملية بتاريخ العراق، وزارة الصحة تعلن إتلاف نحو 6 أطنان من المواد المخدرة المضبوطة والمخزونة في دائرة الطب العدلي. مبادرة أممية لحل الخلافات داخل البيت الكردي، والاتحاد الوطني الكردستاني يرهن العودة إلى الحوار بالاستجابة لمطالبه. استمرار أعمال الجهد الحكومي في المناطق المحرومة لتحسين الواقع الخدمي، ونسب إنجاز متقدمة في مراحل تأهيل المواقع المستهدفة. الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعلن حل مشكلة المحاضرين في موازنة العام المقبل، والتخطيط تكشف عن 2 مليون خريج عاطل عن العمل. وزارة الزراعة تتجه نحو الحد من استيراد محصول الطماطم، وتعلن شروع في مراقبة الأسعار لحماية المنتج المحلي ودعم الفلاحين. تفاصيل هذه الأخبار مشاهدينا وغيرها على رأس الساعة.